سلامة. نورت. السلام عليكم. عاد فهد ما وصيك ادويتك. عاد بدك تتفلسف على الحين اسكت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حي. السلام عليكم. هلا هلا ابوي. عليكم السلام. شويش. الله يسلمك. استريح ابوي استريح. يا بعد عمري. تو ما نور البيت بدخولك فيه. الله ينور عليك، منور بوجودك يا جدة. الحمد لله، الله ردك لنا سالم وغانم، الحمد لله. فخر العرب يبا، طبعا من بعدك. فخر العرب والعائلة كلها. تدري انا ليه مستانس اليوم؟ ها؟ لان جدتي بتسوي احلى غدا. اقول اسكت بعد انت. الله يسامحك. الحمد لله على سلامتك فهد. الله يسلمك ديما. الغدا جاهز، انا رح امشيك عليه. للأمانة الغداء أصرت ديما إنها هي بنفسها تسوي. الله يكثر خيرها، عز الله إنها ما قصرت. لا صحيح، ما سألتكم من اللي دفع تكاليف المستشفى؟ عمك خالد دفع كل التكاليف هو. بيض الله وجهه، والله يا هو راعي واجب. هذه الرجال ما تبان إلا بالمواقف الصعبة. المهم هذا المبلغ دين في رقبتي، لازم نسدده بأقرب وقت. يبقى دام ان صدقي تبى ترد الدين فهو في رقبتي انا، وانا اللي بسده. رقبتي رقبتك ما تفرق، المهم نسده. يا جماعه الرجال تصرف بشهامه وطيب اصل منه، ما له داعي نحس انه ما نبي منه شيء، وخاصه انه جاي يوقف معنا وحنا بازمه. يعني على الاقل خل نشوف الموضوع بنيه طيبه. بلا نيه طيبه بلا نيه سيئه. هذا دين ولازم نرده، انتهى الموضوع.